معنا لينا قنوع وهي محللة أسواق مالية في إكويتي برو. مرحبا بك لينا. يعني تصريحات ترامب فيما يتعلق بالوضع يعني بالنسبة لتأثيرات كورونا، وأيضا لا ننسى تأكيده بأنه يعني بات يحبذ ويرحب بارتداء الكمامة، يعني هذا أمر جذري يعود لتغيير موقف جذري لترامب. نعم، مرحبا بك. بالفعل انه يعني ربما شهدت الاسواق الامريكيه جلسات متذبذبه، لكن اغلقت على ارتفاع. يعني المتداولين يتجاهلون ما يحصل سواء من كلمات لترامب حول وضع الكمامه، خاصه وان الولايات المتحده الامريكيه عم تزداد عدد الاصابات بشكل كثير كبير، وهذا عم يخلي انه عدم وجود اجراءات وقائيه اتخذتها بعض الولايات الامريكيه من حيث التباعد الاجتماعي وعدد من الاجراءات الوقائيه اللي بتحد من انتشار فيروس كورونا. وبالتالي بما ان هناك مخاوف يظهر انها عم تزداد من انتشار فيروس كورونا، ولكن يحذر بنفس الوقت انه لا توجد اي اغلاق اقتصادية، لكن هناك خوف وقلق بأن يكون هناك بالفعل أنه يحصل بعض الإغلاقات بسبب تساهل بعدم وضع الكمامة أو وضع أي إجراءات وقائية. لاحظنا أنه عم يتجهوا بعض الدول الأوروبية والولايات المتحدة إلى فتح المطارات مثل إسبانيا وأيضا إيطاليا وأيضا بريطانيا وألمانيا، فهذا عم بتجاهلوا المتداولين ما يحصل من تصاعد أيضا التوترات الأمريكية الصينية. عم نشوف أنه التوترات الأمريكية الصينية عم تزداد، وخاصة عم تعطي الولايات المتحدة الأمريكية مهلة يوم الجمعة بإغلاق القنصلية في هيوستن في ولاية تكساس، وخاصة عم نشوف القيود اللي عم تضعها الولايات المتحدة الأمريكية وأيضا الدول الأوروبية حول الصين، وفرض عقوبات أمريكية على مسؤولين صينيين وأيضا على شركة هواوي، وأيضا ردود الفعل يعني الصينيين عم نشاهدها حول إغلاق يعني بعض المباريات الإنجليزية، هذا بالنسبة للاتحاد الأوروبي، وأيضا عم تقول أنه ربما سوف تغلق القنصلية في ووهان منشأ بؤرة الفيروس. فكل هذه الأسباب لم يعني المستثمرين لم ينظروا إليها، هناك توجه للعائد المرتفع، التوجه نحو أسواق الأسهم. عم نشوف انه نتائج الشركات وخاصه مثل شركه تسلا حققت ارباح للربع الرابع على التوالي، وجاءت افضل من التوقعات بتحقيق 6 مليارات دولار، فهذه النتائج وايضا يعني هي ربما هي يعني الحافز او المحفز نحو الاتجاه، ورغم والتحفيزات ايضا ربما التي ستحصل من الولايات المتحده الامريكيه والخلاف بين الجمهوريين والديمقراطيين حول مقدار التحفيز الجديد اللي مقداره 1 تريليون دولار، ربما سيكون قريب من هذا المبلغ، ربما عم يعطي ايضا دعم للاسواق متجاهله كل انتشار فيروس كورونا وايضا والتصاعد التوترات الأمريكية الصينية. طيب برأيك لينا، الذهب هل لديه قول آخر وهو الذي أيضا يتفاعل وحتى تعجبه ربما هذه التوترات حتى تقوي موقفه بهذا الشكل؟ يعني نرى أنه لا يتوقف أمام محطات من التراجعات، بالعكس هو يكمل مسيرة الارتفاعات، ما الذي يمكن أن يدعمه؟ وهل بتنا حاليا متوجهين لمنطقة 2000 دولار للأونصة؟ نعم، أسعار الذهب كما توقعنا من قبل أن أسعار الذهب رح ترتفع، ربما تشهد مستويات تصل إلى 1900 ثم إلى 2000 دولار، هذا متوقع بسبب كما ذكرنا تحفيزات النقدية المالية اللي عم تشوف السياسات والبنوك السياسات الحكومية وأيضا البنوك المركزية، وخاصة التوقعات بأن يكون هناك حزمة تحفيز من الولايات المتحدة الأمريكية وحزمة الاتحاد الأوروبي، حزمة صندوق الإنقاذ، كل هاي أسباب لارتفاع أسعار الذهب، هناك طلب شرائي بالفعل على الذهب، ولا ننسى أنه أسعار الفائدة المتدنية مستويات 1800 دولار وهو الحاجز النفسي كان من المتداولين، كل ما اقتربنا يعني نزلنا من
هذا الحاجز النفسي 1800 عم نشوف كنا طلب شرائي جديد، يعني هناك يعني لاحظنا هذا الأسبوع وقت ما أصبح المستويات فوق ال 1800 دولار وجدنا أنه اتجاهات إلى مستويات أعلى من ذلك، طلب شراء على الذهب إلى وصولا إلى مستويات 1825 1855 دولار للأونصة. بالتالي كان هناك المتداولين راهنوا على مراكز بيع على المكشوف قريبة من تلك المستويات، لكن تم التخلي عن تلك المراكز المالية وعودة إلى إعادة الطلب على الشراء لتغطية المراكز البيع على المكشوف، مما دفع أسعار الذهب نحو الارتفاع. ما زلنا متوقعين أن الأسعار ترتفع في ظل أيضا انخفاض الدولار. نحن عم نشوف القدرة الشرائية للنقد عم تنخفض بسبب عدة عوامل، التضخم، انخفاض أسعار الصرف، فهذا أيضا من وأيضا عدم الرغبة إلى التوجه إلى السندات الحكومية أو أدوات الدين الحكومية، فهذا كل هذه الأمور عم تضعف الدولار، وهذا بالتالي عم يدعم أسعار الذهب. أتوقع أنه ما زالت الموجة الصاعدة للذهب، ورغم أن سنشهد بعض التذبذبات لكن الاتجاه صاعد بالفعل، وربما نرى مستويات 1900 ثم 2000 دولار. أشكرك لينا قنوع على كل هذه المعلومات، وأنت محللة أسواق مالية في إكويتي جروب. شكرا لوجودك معنا.